بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نستكمل سلسلة دروس مايكروسوفت أكسس. أخذنا في الجزئين السابقين إنشاء النماذج والتعامل معها. تم إنشاء نموذج من قائمة إنشاء نموذج، وكذلك نموذج آخر باسم المعلمون من قائمة إنشاء ومعالج النماذج. الآن نقوم بإنشاء نموذج آخر باستخدام قائمة معالج النماذج. أولاً نذهب إلى إنشاء، بعد ذلك معالج النماذج، اختيار جميع الحقول التالي. الآن نستخدم النموذج الجدولي التالي، فتح النموذج، وهنا بالإمكان تسميته. لو كتبنا مثلا نموذج جدولي إنهاء، الآن هذا النموذج. كيف أقوم بالتعديل والترتيب على النموذج؟ نذهب إلى عرض زي ما ذكرنا، عرض، بعد ذلك طريقة عرض التصميم. هنا نقوم بترتيب التصميم الخاص بالنموذج لاحظ الشبكة موجودة. نقوم بالترتيب، هذا طبعا يحتاج إلى وقت. بترتيب النموذج نكبر شوي، أقل تاريخ الميلاد، كنترول، تحديد، أذهب إلى الصفحة الرئيسية، توسيط، بالإمكان تغيير لون العنوان، كذلك إضافة خلفية للون، لاحظ هذه، نقوم بتصغير. لاحظ المساحة اللي هنا، لو ذهبنا إلى العرض، لاحظ المساحة، نرجع عرض التصميم، نقوم بتقليل المساحة بالضغط والسحب. طبعا إلى الآن ما جينا على العناوين اللي في الأعلى، رأس النموذج، نفس الطريقة. نوسع شوي للتحكم، شوف العنوان، بالإمكان سحب كذا. بعد ذلك نذهب للصفحة الرئيسية، توسيط، إذا تبغى تغير اللون، كذلك التحكم. في العناوين في الأعلى، الضغط والسحب، تحديد الكل، توسيط، إذا تبغى عريض،
حجم الخط، كذلك خلفية الحقول. لاحظ الآن نرجع ونصلح إلى أن يستقر التصميم على الشكل المطلوب. طيب الآن عملنا نموذج بشكل جدولي زي ما هو موجود في العنوان، نستطيع نغير العنوان، تستطيع كذلك توسيط عناوين الحقول بنفس الطريقة. طيب كيف أحذف؟ صغر شوي. كيف أحذف أي حقل من الحقول الموجودة؟ نلاحظ الشكل هذا، هذا يحدد لي الحقل، بعد ذلك الضغط على زر حذف، وكذلك عن طريق الكيبورد ديليت، نفس الطريقة يحذف لي. إذا أردت تحديد أكثر من حقل، نحدد الحقل الأول ثم من الكيبورد مفتاح شيفت، نضغط شيفت ثم نحدد مثلا الحقل هذا، الآن سوف يحذف لي من 3 إلى 7. لو ضغطت حذف حدد لي هل تريد الحذف؟ طبعا لا. التعديل، تستطيع التعديل على أي حقل. التعديل أخذناه في الدرس السابق، أنك تستطيع التعديل والتغيير، لكن العناوين إذا غيرتها تتغير في النموذج فقط، أما الجدول لا تتغير العناوين. التصفية، كيف نقوم بعمل تصفية للنموذج؟ نبدأ بالحقل الاسم مثلا، نذهب إلى عامل التصفية، عامل التصفية، نمسح الكل، نقوم مثلا باختيار المعلم إبراهيم، موافق، جاب لي المعلم إبراهيم، وهذه بيانات كاملة للمعلم إبراهيم. كيف الخروج؟ عامل التصفية، إلقاء تطبيق عامل التصفية. طيب مثلا التخصص، التصفية، مسح، تخصص القراءة، أحتاج فقط من يقوم بتدريس مادة القراءة. الآن جاب لي المعلمين الذين يقومون بتدريس القراءة. الدرجة مثلا، أبقى المعلمين الذين لديهم الدرجة رقم 10، جاب لي المعلمين. عملنا تصفية أولا بالتخصص، بعد ذلك تصفية بالدرجة، إزالة عامل التصفية، إلقاء، ونرجع لنفس الجدول. هذا فيما يخص بالتصفية. الآن إذا أردنا إدراج رأس وتذييل للنموذج، نذهب إلى عرض
عرض طريقة عرض التصميم. نلاحظ أن تسكر هذه، نلاحظ أن هناك رأس للنموذج وهنا تفصيل. كيف إضافة رأس لهذا النموذج؟ نأتي هنا بالزر الأيمن، رأس تذييل الصفحة، جاب لي الرأس وتذييل الصفحة. طبعا في عندي العناوين في الأعلى، بالإمكان كبر هذه شوي، تحديد الكل، الضغط والسحب، بعد ذلك أخذ العناوين من الأعلى، سحب العناوين حتى يكونوا مع الحقول، هذا رأس وهذا تذييل الصفحة. طيب إذا أردنا الإلقاء نذهب إلى الرأس تذييل النموذج، طبعا سوف يقوم بحذف رأس النموذج، نختار نعم، تم حذفه. الآن رأس وتذييل النموذج، لو أخذنا بالزر الأيمن كذلك، الآن أعادها لي رأس النموذج ورأس الصفحة. نرجع مكان فاضي هنا بالزر الأيمن، رأس النموذج، وإذا ضغطنا على رأس الصفحة حذف لي رأس الصفحة وبقيت التفاصيل فقط للإضافة هنا أي مكان هنا بالزر الأيمن، نختار رأس النموذج، رأس وتذييل النموذج. رأس النموذج بالإمكان إضافة عنوان النموذج، كذلك نضغط برا هنا إضافة شعار للنموذج، تم إضافة شعار للنموذج. طبعا نقوم بالترتيب، تصغير كذلك النموذج من الصفحة الرئيسية، توسيط، تستطيع تغير اللون، الآن هذا فيما يخص رأس النموذج. الآن يوجد عندي تذييل النموذج، يعني بالإمكان إضافة من أدوات النموذج، نضيف مثلا التاريخ والوقت، وتاريخ الوقت غالبا يكون في الأعلى، بعد ذلك نسحب للأسفل، لحظة في الأعلى نحدد، بعد ذلك شيفت أو كنترول نحدد الثاني، ثم نسحب للأسفل. تستطيع تصغر المساحة، كذلك ترفعها أعلى بالأسهم وتصغر المساحة هنا. الآن أضفنا رأس وتذييل للنموذج، نرجع إلى عرض ونشاهد هذه الصورة، الشعار، وهنا التاريخ، وهنا العنوان. طبعا لماذا تم تكرير العنوان؟ لو رجعنا
تكرر العنوان لأنه تم وضعه في التفاصيل. لو أخذنا العنوان للأعلى حدد الكل، هنا أنت اللي تصمم الشكل اللي تبغاه، ارفعه في الأعلى. ونرفع الحقول في الأعلى، هذا يعتمد على تصميمك أنت في الأول. عندي هنا ترتيب، في عندي هنا محاذاة، اختار مثلا سفلي بحيث يكونون في خط واحد. لاحظ هنا تم وضعهم في خط واحد. صفحة رئيسية، عرض، تم وضع العنوان في الأعلى والحقول في الأسفل. الآن كيف أضيف أزرار تحكم للنموذج؟ نرجع إلى طريقة عرض التصميم. كيف أضع أزرار تحكم للنموذج؟ نسحب أول شوي هذه. راح أضع أزرار تحكم للنموذج في أعلى النموذج، ننزل شوي حتى يكونون العناوين قريبين من هذه، نصغرها شوي، نحدد. نطلع لأعلى شوي، بعد ذلك ترتيب، نختار الأعلى، يكونون في خط واحد من الأعلى. طبعا الأسفل تستطيع أنك تتحكم في أحجامها ثم ترتبها. طيب راح نضع أزرار هنا، كيف أضع الأزرار؟ نذهب إلى التصميم في الأعلى، تصميم، هنا مجموعة من الأزرار بالإمكان إضافتها إلى النموذج. نختار أمر زر، نأتي هنا نقوم برسم الزر، ضغط والسحب في حدود الشبكة الموجودة. الآن ماذا أريد أن أعمل؟ التنقل بين السجلات، اختار مثلا الآن الزر أو السجل التالي، التالي، ثم في عندك الرسمة هنا الشكل هذا أو الشكل هذا، تختار هنا النص، بالإمكان أنك تغير النص الخاص بالسجل أو إضافة صور أخرى سواء استعراض أو إذا كانت موجودة. التالي طبعا يساعد الاسم الذي له معنى في الرجوع إلى الزر. نختار إنهاء، لاحظ الزر موجود هنا. نضيف زر آخر علشان توضح، السجل السابق، التالي، التالي، نكتب مثلا هنا السابق، إنهاء. الآن أضفنا زرين، طبعا التحكم بالشكل وترتيبه هذا تتحكم فيه أنت بعدين. بس أساس الوقت نروح إلى
الصفحة الرئيسية عرض، لاحظ هذا، السجل التالي، لاحظ السجلات، السجل السابق، أعدني للسجلات. نكمل الآن بعض الأزرار، نضيف زر طبعا في بحث عن سجل، نختار مثلا إضافة سجل جديد، نفس الطريقة، إنهاء، نختار حذف سجل، مثلا عمليات على السجلات، حذف سجل التالي، طبعا في أكثر من صورة، التالي، إنهاء، نختار مثلا عمليات على النماذج أو عمليات على السجلات، في حفظ السجل، تالي، طبعا بالإمكان إضافة صور، بالإمكان إضافة صور غير الصور الموجودة هنا، التالي، إنهاء، ناخذ مثلا عمليات على النماذج، طباعة نموذج، التالي، طبعا النماذج موجودة، نحدد نموذج جدولي، التالي، إنهاء، الآن نقوم بعرض النموذج، لاحظ طبعا لا يمكن لأن لا يوجد سجلات في الأعلى، هذا طبعا إنشاء سجل جديد، كذلك لو حددنا السجل هذا أخذنا حذف، هل تريد حذف السجل؟ حفظ السجل، طبعا طباعة النموذج، وفي أزرار أخرى بالإمكان إنك تجربها فيما يخص ترتيب الأزرار، نحدد الأزرار كنترول ثم ضغط على الأزرار، نذهب إلى ترتيب، أولا محاذاة، نختار مثلا الأعلى، الآن كلهم على الخط الأعلى، ونلاحظ الأسفل، تستطيع أنك تحدد الكل أو واحد واحد وترتبهم مع بعض. طيب كذلك طبعا إذا ضغطنا سحبنا يتحددون الكل، في عندك هنا المساحات وأماكن وجود، مثلا هنا مساحة للأفقي متساوي للأفقي، لاحظ مساحات بالترتيب، زيادة تبغى تزيد المساحة، كذلك إنقاص، الاحتواء يكونون جنب بعض، الاحتواء يكونون أصغر نفس الحجم، لكن
إلى الشبكة. طبعا هذه للأطول للأقصر، إذا كان المساحات مختلفة هنا، هنا مساوي للأفقي. يعني في أشياء تجرب أنت بعدين. هنا يمين يسار إذا تبغاهم إلى الشبكة. طيب هذا فيما يخص، طبعا بالمكان نرجع. كذلك إذا أردت إضافة، نذهب للتصميم، إذا أردت إضافة عنوان لكل زر، تكتب مثلا هذا سابق مثلا، تروح الصفحة الرئيسية، صغر شوي الحجم، تروح ترتيب، ترتيب، إلى الشبكة، صغر شوي، لو ضغطنا عرض، لاحظ تم إضافة عنوان للزر الموجود. هذا فيما يخص النماذج والتعامل مع النماذج وإضافة الأزرار إلى النماذج. ننتقل إن شاء الله درس جديد، وشغلة جديدة في برنامج أكسس 2010. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.